جماعه بالله عليكم بس اطلع 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الأعزاء أعضاء المؤسسين لحزب مصر القوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني سأحييكم على مشاركتكم وحضوركم لتأسيس حزبنا مصر القوية، فإننا نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نكون أوفياء لدماء الشهداء، شهداء ثورة 25 يناير، الذين لولا فضل الله وتضحية هؤلاء الشهداء ما كان لقائنا اليوم ولا تأسيسنا لحزب مصر القوية الذي سيظل بأعضائه وفيا لهذا الوطن، وفيا لشعارات الثورة ومطالبها: عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. سنظل أيها الإخوة ندافع عن مطالب هذه الثورة: حرية، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، حرية، عدالة اجتماعية. سنظل أوفياء لمطالب الثورة، أوفياء لدماء الشهداء. سنظل نناضل حتى يتم تحقيق كافة مطالب الثورة. الثورة مستمرة حتى تحقق كافة مطالب هذا الشعب الذي أن ننعم الآن بالحرية ببركة دماء هؤلاء الشهداء. أيها الإخوة الأعزاء الأعضاء المؤسسين لحزب مصر القوية، أشكر لحضراتكم وأقدر نضالكم على مدار السنتين الماضيتين، ونتعاهد أن نستمر في نضالنا وعطائنا لهذا الوطن متجردين إلا لمصلحة هذا الوطن، رافضين لكل شكل من أشكال التعصب أو الاستقطاب، فاتحين قلوبنا لكل أبناء وطننا الشرفاء من كل الاتجاهات، معتصمين بقيمنا الإسلامية التي نعتز بها ونتواصل بها مع إخوتنا الأحباء الإخوة المسيحيين في هذا الوطن، أعضاءنا وشهدائنا في الحزب وبالوطن. شكرا للإخوة الأعزاء على وقفتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.